كده السلايد يكمل. تحسين الخصوبه، حدوث الحمل اسهل ويحسن بطانه الرحم، وبعدين يجعل الحيوانات المنويه للرجال اكثر فعاليه، بيزيد من حركتها ويقلل اللزوجه، يزيد من امكانيه الانجاب من خلال عمليه التلقيح الصناعي، يقلل من احتمال حدوث الاجهاض عند السيدات، يحسن من فرص ولاده طفل سليم. دايما الام المدخنه في خاصه في الثلاث شهور الاولى، الله اعلم احنا رايحين فين. ولذلك في المانيا وفي وسط اوروبا بياخدوا من السائل الامنيوس، السائل اللي بيشرب منه الجنين المحيط بالجنين اللي بيديني فرصه عن تركيب الجنين، بياخدوا منه عينه ويحللوها للامهات المدخنات. وعدد كبير جدا بيلقوا فيه خطا، بيبقى فيه اخطاء بتبقى موجوده في شيء عباره عن امور غريبه جدا جدا في التركيب وفي الشكل، وبالتالي هم بيبيحوا الاجهاض، بيبيحوا الاجهاض في هذه الحاله. وبالتالي في حدث كبير جدا من الامهات المدخنات، اولادهم بيبقوا غير سوي، الطفل بيبقى غير سوي، غير يعني فيه اخطاء وراثيه بتبقى موجوده.